ونشد الترحيب. طيب، بداية مع التهاب المفاصل الرسياني، المحاضرة الأولى. رح نبدأ بقصة سريرية لمريضة عمرها 26 سنة. هي بدون أي سوابق مرضية، راجعت المشفى بشكاية من 3 أسابيع تقريبا. في عندها يبوسة مفصلية، في عندها تورم، وفي عندها اليبوسة الصباحية بتعاني فيها يعني مدة ساعتين كل صباح. طبعا يعني من بدأت الأعراض وهي تعاني من ألم والألم المفصلية واليبوسة الصباحية، وخلال اليوم تتحسن هاي الأعراض. طبعا ما في عندها ألم بالظهر، ما في عندها يبوسة بالظهر، في عندها شوية حرارة، تعب. يعني لما جينا فحصناها كان المعصم كان لونه أحمر متورم بكلتا اليدين، ركز على كلمة كلتا اليدين. كان الأسناع المفاصل بين السلاميات القريبة كمان متورمة ويعني حمراء بكلتا اليدين، أما المفاصل بين السلاميات البعيدة فكانت سليمة تماماً. هذا شيء مهم جداً. طبعاً لاحظنا أنه في حتى سائل بالفحص بمفصل المعصم، بعد ذلك كان كل الفحص طبيعي. التهاب المفاصل الرسياني هو أشيع الأمراض الالتهابية تصيب المفاصل. طبعاً إذا حكينا شو هو أشهر مرض مفصلي بالعالم، هو التهاب المفاصل التنكسي، لكن أشيع الأمراض الالتهابية هو التهاب المفاصل الرسياني. طبعاً معدل انتشاره 1% من السكان عموماً، يمكن نلاقي حوالي تقريباً 200 إلى 400 ألف في المناطق الشمالية من سوريا عندهم التهاب مفاصل رسياني. ترتفع هاي نسبة الانتشار ل 15% عند التوائم لما بيكون أحدهم مصاب. إذا نسبة الانتشار تكون مرتفعة عند التوائم، فإذا كان في شخصين وطبعاً توأم حقيقي أحدهم مصاب، نسبة إصابة الثاني 15%، لكن النسبة العالمية هي 1% من السكان. طبعاً النساء بتأثروا أكثر من الرجال، تقريباً 2 إلى 3 مرات مقابل الرجال. زمن الحدوث بين 40 و60 سنة، لكن ممكن يحدث بأي عمر، والرجال عادة هم أكبر سنة يعني. لحد هلا سبب الداء الرسياني غير معروف، لكن هناك عديد من العوامل تلعب دور بالأمراضية. العوامل الوراثية هي معظم هي العوامل، وتشكل 60% من عوامل الخطورة، ومنها ترافقه مع وجود HLA-DR4. العوامل البيئية بتشكل 40% من مجمل عوامل الخطورة، وأهمها هو تدخين السجائر. صراحة أهم العوامل المفاقمة للبيئية هي تدخين السجائر، ويقال أنه البدانة كمان تلعب دور كعامل خطر من العوامل البيئية. هناك أيضا يعني دور للعوامل الخمجية، ما زال الدور غير معروف حتى الآن، لكن ربما يتهم كمحرض بعض العوامل الخمجية كمحرض للداء الرسياني. في عندنا مثل يعني جرثومة البروفيروماس اللثوية اللي هي موجودة يعني بالدعائم السنية، المايكوبلازما، فيروسات صغيرة بارفيروس B19، فيروس إبشتام بارفيروس والإتش سي في. طبعاً المضيف يكون هو عنده استعداد مثلاً جيني أو بيئي، فأجت هاي الأخماج فتحرضنا المرض كرد فعل. العوامل الهرمونية يعني لاحظنا أنه النساء أكثر تأثر من الرجال، رغم أنه ما يوضح بشكل رئيسي، لكن نظراً لهذا الحدوث الأكبر عند الإناث فأشكوا بدور الأستروجين، اللي تبين فيما بعد أنه في عندنا مستقبلات له في الغشاء الزليل تبع المفاصل، واللي تبين أنه تحريضه عم يزيد من إنتاج العامل المنخر الورمي اللي هو يعني العامل الأساسي في يعني الأليل الإمراضي لهذا المرض. ولاحظوا كمان أنه الحوامل عم يهدأ عندهم هذا المرض ليعود ويتفاعل أيضا ويشتد بعد الولادة أو عند الولادة يعني. لذلك هذا يعني هذا الدور الهرموني ما زال يعني غير واضح، لكن هو دور مهم جدا. هناك عوامل مهنية لاحظوا عند الذكور بالذات أنه تعرض للزيوت المعدنية في المحركات والهيدروليك كعامل خطر مهم. في التدخين بشكل رئيسي لازم نركز عليه، والـ HLA-DR4 اللي هن العوامل الجينية، اللي هن إذا كان واحد مدخن وعنده HLA-DR4 فيعني غالبا راح يصاب بالداء الرسياني. الآلية الإمراضية في عندنا طور بدئي
التهابي غير نوعي متبوع بطور واسع من إنتاج وتفعيل الخلايا التائية، وأخيراً بصير في عنا مرحلة الالتهاب المزمن اللي فيه أذية للأنسجة مثل ما شايفين عم بتخرب الغضروف المفصلية. هون الخلية الارتشاحية السائدة هون بالتهاب المفاصل الأرسياني هي الخلايا التائية اللمفاوية طبعاً، لكن مرض مثل الإيدز تعرفوا أنه CD4 بتنقص اللي هي الخلايا اللمفاوية التائية، فلاحظوا أنه هدول المرضى كون ما في عندهم خلايا تائية فبتحسن التهاب مفاصل الرسياني اللي بيكون موجود سابقا عندهم، أو بيكون نادر جدا إصابتهم ب يعني مرضى الإيدز بإصابتهم بالرسياني. أي يعني بتوضح دور الخلايا التائية بهذا المرض. طبعا دراسات حديثة أظهرت أنه الكميات المفرطة من السيتوكينينات الالتهابية مثل عامل المنخر الورمي TNF ألفا الانترلوكين واحد والانترلوكين ستة كلها عم تتواصل ضمن السمات الأمراضية للالتهاب المفاصل الرسياني، لذلك حاليا عم بيركزوا كثير بالوسائل العلاجية على هدول السيتوكينات الالتهابية العامل المنخر والانترلوكين واحد والانترلوكين ستة، وهي العلاجات الحديثة في الرسياني. إذن السمة المميزة بالتهاب المفاصل الرسياني هو التهاب الغشاء الزليلي مثل ما احنا شايفين هون، الغشاء الزليلي هذا هو الغشاء الزليلي لونه احمر اللي بيظهر بتوزع متناظر عادة، ويعني هاي شدة الالتهاب مثل ما احنا شايفين كل ما الالتهاب عم بيشتد 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 اللي بيسوي لنا بعدين قوة كامنة بتؤدي لتدمير الغضروف المفصلي، هذا الغضروف المفصلي الكارتريج اللي لونه ازرق عم يتخرب الغضروف المفصلي وبيؤدي الى تكاكل للعظام وبالنهايه راح يسبب تشوه بالمفاصل. فهون في عندنا تاكل، هذا التاكل ناجم عن ايش؟ عن التهاب الغشاء الزليلي. ايش هو التظاهرات المفصليه التهاب المفاصل الرسياني؟ هو عباره عن اعتلال مفصلي متعدد، كلمه متعدد يعني بيصيب اكثر من اربع مفاصل، متناظر يعني يصيب الطرفين، والتهاب ومزمن، مزمن يعني اكثر من ست اسابيع. ثلاث امور اساسيه، متعدد يصيب اكثر من اربع مفاصل، متناظر ومزمن اكثر من ست اسابيع. الاعراض الالتهابيه للمفاصل هي الالم والتورم والسخونه المفصليه واليبوسه الصباحيه المديده، كلمه مديده يعني بيطول اكثر من ساعه، يعني في المريض الصبح ما بيحسن بيفتح ايديه، طبعا هي بتسوق بالراحه معناتها المريض بالليل ما بيحسن بينام الليل، بالنهار في الصبح يبسان، بعد ساعة ببلش بيفكوا إيديه وبيتحسن مع الحركة. إذن هذا صفات الألم الالتهابي اللي بيسوء بالراحة وبيتحسن بالحركة. كل المفاصل معرضة للإصابة بالالتهاب المفاصل الرسياني، وأكثرها هي المفاصل الصغيرة واللي بيبدأ فيها المرض عادة. يعني المفاصل الصغيرة هي المفاصل بين السلاميات، بين الأسنان والسلاميات. المفاصل الكبيرة هي المفاصل الحاملة الوزن مثل الكتاف مثل الوركين والركبتين إلى آخره. إذن أول المفاصل المصابة هي المفاصل الصغيرة وهي بصراحة الأشيع إصابة، بعدين بتنتقل لبقية المفاصل. طبعا المفاصل أكثر إصابة المفاصل الصغيرة هي المفاصل بين السلاميات القريبة، يعني بين السلامية الأولى والسلامية الثانية طبعا الأصابع بالطرف العلوي، والمفاصل الصنعية السلامية اللي هي بين الأسناع هدول والسلاميات اللي بنسميهم MCB. طبعا ممكن ينصاب MTB أيضا اللي هو المفاصل الصنعية السلامية بالأصابع القدم. طبعا بالبدايه بيبدا بوضع مفاصل صغيره، بعدين بيزداد عدد المفاصل المصابه مع تقدم الهجمات خلال اسابيع الاشهر، بتصير بعدين المفاصل الكبيره مثل الرسغين المرفقين والكتفين والركبتين والكاحلين والوركين، وممكن ايضا ينصاب المفصل العمود الرقبي خاصه بين الفقرتين الرقبيتين الاولى والثانيه، وبشكل نادر جدا جدا بينصاب المفصل الفكي الصدغي، هون هذا المفصل الصغير، طبعا هذا متاخر جدا بيؤدي لنا لالم بالفك واحيانا عرج بالفك، يعني المريض ما بيحسن بياكل او بيمضغ. طبعا بعض المفاصل لا تصاب ابدا وهي مهمه جدا جدا. ايش هي المفاصل لا تصاب؟ لاحظوا هون المفاصل بين السلاميات البعيده ما هي مصابه. مفاصل العمود الظهري الصدري والقطني لاحظوا غير مصابه. والمفصل العجزي الحرقوفي.
هذول راح نشوف بالتهابات المفاصل التلال والمفاصل الفقار سلبيات المصل بيكون هون بينصاب اكثر شيء العمود القطني والمفصل الحرقوفي عجزي. فاذا لاحظوا بس اللي بينصاب العمود الرقبي الصدري واكثر شيء الفقره الرقبيه واحد واثنين، اما الصدري والقطني والمفصل العجزي الحرقوفي وبين السلاميات البعيده لا يصابوا ابدا في التهاب المفاصل الرسياني. في اعراض جهازيه ممكن نشوف يعني 70% من مرضى التهاب المفاصل الرسياني في عندهم تعب، نقص شهية، نقص وزن، أحياناً بصير في عندهم ضعف عضلي. أحياناً سبب الضعف العضلي هو يعني الالتهاب المرافق للمفاصل. أحياناً بصير في عندنا التهاب عضلات خفيف عندهم، التهاب الأوعية. أحياناً بسبب الأدوية اللي بنعالج فيها الرسياني بصير عندنا ضعف عضلي أيضاً، مثل الاسترويدات، هيدروكسيكلوروكين والاستاتينات. ولاحظوا أنه بيزداد عند هدول المرضى خطر تخلخل العظام، فممكن ينكسر العظم. تظاهرات خارج المفصلية لالتهاب المفاصل الرسياني. التهاب المفاصل الرسياني هو مرض ما بيصيب بس المفاصل، وهذا يعني معظم الأمراض المفصلية في عندها تظاهرات خارج مفصلية. أول شيء في عندنا تأذي للأربطة والأوتار، غير أنه بتشوه المفاصل بتتخرب المفاصل، أيضاً الأربطة والأوتار اللي حواليت المفصل كمان تتأذى، فبيؤدي لعدة تشوهات مفصلية مثل ما أنا شايفين هون، الانحراف الكعبري للمعصم، الانحراف الزندي للاصابع باتجاه الزند مثل ما شايفين. هو صراحه انحراف زندي هو التشوه الاكثر شيوعا. في عندنا تشوه عنق اليوزة، هذا راح نشوفه بشكل مفصل، وعندنا تشوه عروه الزر البوتينير ديفورميتي. ممكن نشوف هيك تورم مغزلي مثل ما شايفين، هذا المفاصل بين السلاميات القريبه عم نشوف تورم مغزلي مثل المغزل. هذا تشوه عنق الإوزة، لاحظوا هذا رأس الإوزة زي يسموه هيك، هذا رأس الإوزة، هذا عنق. إيش عبارة عن إيش تشوه عنق الإوزة؟ عبارة عن فرط عطف أو سني بالمفصل السنعي السلامي، هذا هو. بعدين في عندنا فرط بسط للمفصل بين السلاميات القريبة وانسناء المفصل بين السلاميات البعيدة، فأخذ شكل تشوه عنق الإوزة بسبب تشوه الأربطة. تشوه عروة الزر، هذا بعكسه تماما لعنق الإوزة، في عندنا سني شديد للمفاصل بين السلاميات القريبة وفرط بسط للسلاميات بين السلاميات البعيدة. في عندنا تشوه الإبهام بشكل حرف زد، شايفينه؟ هذا إذا حطينا هيك هيك هيك، هذا بسط مفصل بين السلاميات مفرط أنا شايفين مع عطف بالإم سي بي، هذا العطف. اصبع طبيعيه هيك لازم تكون اصبع طبيعيه، لكن لما بتشوفوا مثل حرف زد فهي تشوه مو اصبع الابهام بشكل حرف زد. في عندنا علامه اسمها علامه حدبه الجمال، اللي هي عباره عن ايش؟ تورم المفاصل المشطيه السلاميه اللي هذا اسمه الام سي بي، وفي بيناتهم ضمور عضلي، وطبعا تورم المعصم اللي هون الرسوم، تورم هون وتورم هون، وبيناتهم انخفاض. هذا الانخفاض اللي بين ارتفاعين بيعطي مظهر مثل مظهر حدبة الجمل مثل ما احنا شايفين هذا الجمل. طبعا ليش عم بصير عندنا هون ضمور بالعضلات؟ السبب انه نقص الاستخدام، ما عم بيستخدم واحد عضلاته بشكل جيد، بالاضافه الى التشاتكسيا الناجمه عن التهاب الجهازي المعمم. يعني صوره لتشوهات شعاعيا وسريريا، انحراف الزندي، لاحظوا شلون طابع متجهه باتجاه الزن، بالاضافه انه شايفين في خلع كمان، عندنا خلوع يعني هون ما مبين سريريا الخلع، لكن شعاعيا عم نلاحظ انه المفاصل انخلعت عن بعضها خاصه المفاصل الام سي بي. في القدم عم نلاحظ ايضا كمان في عندنا انحراف، لكن انحراف شظوي، هذا الانحراف الشظوي للاصابع شايفينه كله هيك متجه باتجاه الشظية. الانحراف الشظوي ممكن نشوفه كمان هون، في عنا تحت خلا كمان في عنا الطرفين. في تشوهات متعددة، تشوه مثل هون مثلا عنا تشوه المخلب، هذا تشوه المخلب أصبع المخلب، هذا تشوه أصبع المطرقة اللي بيكون فيه فرط بسط شوي بالسلاميات نهاية السلاميات. إذا تشوه أصبع المطرقة وتشوه أصبع المخلب. التظاهرات خارج المفصلية الجلدية،
على رأس العقيدات الرسيانية الحقيقة هي أشعة تظاهرات خارج المفصلية، يعني الأشعة خارج المفصلية وأشعة التظاهرات الجلدية. في تظاهرات جلدية ثانية رح نحكي فيهم، لكن الأشعة هو العقيدات الرسيانية. طبعا هو سبب الرئيسي هو التهاب أوعية صغيرة موضع فقط، هي غير مؤلمة، غير ممضة إذا جسيناها، ما مؤلمة بالجس، وغير ملتصقة بالجلد حتى ممكن نحركها. تحدث ب 30% من حالات التهاب المفاصل الرسياني، وتترافق مع إيجابية الـ RF والأنتي سي سي بي رح نحكي فيهم. بأي مكان بالجسم تحدث، لكن أشعة شيء بسطوح الباسطة إجمالا، ممكن بالجراب الزجي، بالمرفق، العجز الخزال، الكعب والأصابع، ممكن نشوفها برئتين بشكل نادر على الصمامات القلبية وتسببنا أحيانا وصول بهذه الصمامات، ممكن نشوفها حتى بالصلبة. وجودها يعني إنذار سيء، بيدل على شدة المرض، على احتمال وجود هجمات خارج مفصلية أخرى، وعادة تتراجع مع تراجع الهجمة وتتحسن المريض. أحيانا العلاج بالميتوتريكسات أو الليفونومايد بيهيج هي العقيدات الرسيانية وبيزيد من ظهورها وبتتحسن بإيقافها، يعني إذا وقفنا الميتوتريكسات والليفونومايد أحيانا بتتحسن، بالمقابل أنه تستجيب أحيانا على الكولشيسين والهيدروكسيكلوروكين. يعني إذا يعني لاحظنا أنه العقيدات الرسيانية عم تتفاقم، ممكن نستخدم العلاج الكولشيسين والهيدروكسيكلوروكين. التظاهرات الجلدية أيضا، تقيح الجلد المواتي، متلازمة السويت اللي هي عبارة عن أورام حمراء صغيرة بتظهر على الوجه والظهر والأطراف، في حرارة مرتفعة، في ألم مفصلية، في صداع وقرحات فمرية. التهاب الأوعية الرسياني روماتويد فاسكولايتس، رح نحكي على الفاسكولايتس بشكل عام بمحاضرة لحالة، لكن هون بالأمراض النسيج الضام ممكن نشوف عنا التهاب أوعية ثانوي. طبعا هو بشكل عام التهاب أوعية صغير، لكن ممكن يجينا التهاب أوعية متوسط وكبير مثل مثلا الشرايين الكبيرة، لكن بشكل رئيسي بصيب الأوعية الصغيرة، فرح نشوف ممكن فرفوريات مسوسة، ممكن نشوف احتشاءات بطية الظفر، تموت أصابع، وأحيانا بصير عندنا تقرح جلدي خاصة فوق الكعبين. هي العقيدات الرسيانية شوفوها على السطوح الباسطة، على المرفق هون، على الزج، ناتئ الزجي، غير مؤلمة، غير ممضة. هذا تقيح الجلد المواتي عبارة عن قرحة على الساق، مقدمة الساق أو الوجه الأمامي للساق. طبعا قرحة بتكون سيئة جدا ويعني صعبة العلاج مع وجود القيح. أي متلازمة السويت عبارة عن أورام حمراء مؤلمة ممضة مع ترفع حروري، ممكن نشوفها على الوجه. أي تظاهرات اللي ممكن تظهر فيها التهاب الأوعية الرسياني عبارة عن فرفوريات مسوسة، تموت برؤوس الأصابع، قرحة على الكعب. تظاهرات العينية بتهاب المفاصل الرسياني حقيقة نادرة، ما كثير يعني شائعة، لكنها خطرة وسيئة الإنذار، تعبر عن حالة متطورة وبتصيب كل تراكيب العين. أشعة التظاهرات العينية هي جفاف العين، حس المريض حاله أنه عينه جافة ما فيها دمع مثل عادة، هو عبارة عن متلازمة جوجرين لكن يعني ثانوية لمرض الرسياني. ممكن نشوف التهاب صلبة السكلرايتس، بصير في عنا احمرار بالصلبة، مؤلم جدا. أما التهاب فوق الصلبة فبيكون غير مؤلم، وطبعا ما بميزهم بالنظر، ممكن يعني نضطر للتشخيص بالمصباح الشقي، لكن خطير التهاب فوق الصلبة لأنه ممكن يسبب لنا ترقق بالصلبة ويعني انسقاب. التهاب العنبي ممكن يحدث، التهاب الأوعية الشبكية، أحيانا التهاب قرنية، ممكن تكون إصابة العينية في سياق أيضا المعالجات اللي بنعالج فيها الرسياني، مثلا استرويدات تسبب لنا ساد وزرق، مي بيضة ومي زرقاء، الهيدروكسيكلوركين ممكن يسبب لنا اعتلال شبكية. التظاهرات الرئوية التهاب المفاصل الرسياني، أشعة هو التليف الرئوي الخلالي المنتشر، 50% من الداء الرسياني عندهم تليف رئوي، لكن اللي بتظاهر فعلا سلبيا هو 10% فقط من الحالات. يعني إذا عملنا مسح للجسس فرح نلاقي أنه تليف رئوي شائع، لكن العرضي اللي تظاهر المريض فيه هو فقط 10% من الحالات. عادة بيصيب التهاب المفاصل الرسياني الفصوص السفلية، التليف الرئوي، وأحيانا بيسبق التليف الرئوي الأعراض المفصلية. لذلك كثير بيجينا استشارات من أطباء صدرية أنه يرجى نفي مثلا الأمراض الرسوية، يكون عنده مريض تليف رئوي لأنه ممكن يسبقه حتى.
انصباب جنب ممكن يحدث بالتهاب المفاصل الصياني بشكل نادر، لكن له صفات مهمه، اهمها انه هو نتحي اكسوديت. حللنا سائل جنب نلاقي السكر منخفض والبي اتش منخفض. ممكن نشوف عقيدات رسيانيه بالرئه مثل ما حكينا، اللي ممكن تتكهف تتكلس او تأنتن حتى. ممكن نشوف توسع قصبي، ممكن نشوف التهاب القصبات المسد البرونكولايتس اوبليترانس اللي بتكون غير شائعه لكن سيئه الانذار جدا، يعني أسوأ انذارا من التليف الرئوي العادي. ذات الرئه العضوانيه كريبتوجينيك اورجانيزد نمونيا كمان من يعني التظاهرات المفصليه الرئويه خارج المفصليه. ممكن ينصاب غضروف الحلق الدرقي مثل ما بينصاب المفاصل، بينصاب هذا الغضروف الحلق الدرقي بيؤدي لنا احيانا لبحث صوت، التهاب الحلق، عسر بلع احيانا، صرير احيانا مع تقدم المرض. احيانا نضطر نبضع الرغامه من شان نحل مشكله المريض. طبعا الميثوتريكسات من المعالجات اللي ممكن تاثر بالنهايه تفيد المرض لكن تاثر على الاصابه الرئويه. ممكن تزداد خطر الصم الرئوي عند هذول المرضى. في عندنا متلازمه اسمها متلازمه كابلان. كابلان سيندروم هي عباره عن عقيدات رئويه متعدده مع تغبر رئوي عند مرضى عمال المناجم. هي هي متلازمه كابلان، هي عباره عن التهاب المفاصل الصياني مع تغبر رئوي. شايفين هي الارتشاحات في الرئتين. تظاهرات القلبيه كمان ما هي شائعه. اشعة تظاهر قلبي عند مرضى رسياني هو التهاب التامور. ممكن يتظاهر بشكل انصباب تامور غير عرضي، يعني نعمل ايكو بنلاقي او تشريح الجسس بنلاقي انصباب تامور، لكن من النادر جدا انه يعني يتطور لسطام تاموري، لذلك غالبا غير عرضي. نادر جدا انه يتطور التهاب تامور عاصر. لاحظوا انه عم يزداد خطر داء الشرايين الاكليليه عند هدول المرضى، بيماثل الخطر مرضى السكر. لذلك يعتبر السبب الاول للوفيات عند المرضى الرسياني كل هدول اللي ذكرناهم ما هو سبب الوفيات، لكن الظاهرات القلبيه اصابه الداء الشرايين الاكليليه هي السبب الاول للوفيات عند مرضى الداء الرسياني رغم يعني عدم شيوعه. بيزداد خطر حدوث قصور قلب، الرجفان الاذيني، السكتات الدماغيه، داء الشرايين المحيطيه بسبب التهابات الاوعيه المتوسطه والصغيره. ممكن يصير عندنا التهاب عضلية قلبية، إصابات الدسامية خاصة الصمام التاجي ممكن يصير عندنا قصور فيه نتيجة توضع العقيدات الرسيانية اللي حكينا أنه ممكن تكون بأي مكان. حتى ممكن العقيدات الرسيانية تتوضع على الجهاز الناقل في القلب وتسبب لنا حصارات قلب، لكن هذا الموضوع نادر. تظاهرات العصبية، أشعة هو متلازمة النفق الرسغي نتيجة انضغاط العصب الناصف من التهاب الأغشية الذليلة في الرسغ. وممكن حتى نشوف في التهاب النفق الرسغي بالقدم، يعني بالصاد هذيك، لا نفس السبب، سبب التهاب الاغشيه الذليله بالمنطقه نفسها. ممكن نشوف التهاب اعصاب وحيد او متعدد نتيجه التهاب الاوعيه الصغيره اللي ممكن يظهر بشكل هبوط يد او هبوط قدم. بسبب تحت خلع المفاصل بين الفقره الرقبيه الاولى والثانيه ممكن نشوف اعتلال نخاعي رقبي، انضغط النخاع الرقبي. ممكن نشوف حتى اعتلال جذور عصبيه، احتشاء دماغي. بعض الاحيان ممكن يصيب السمع ويسبب لنا طنين ونقص سمع عند مرضى التهاب المفاصل الرسياني. المظاهر الكلويه اللي ممكن نشوفها بالتهاب المفاصل الرسياني، ممكن نشوف التهاب كبد وكليه بؤري، ممكن يكون التهاب كبد وكليه غشائي، الداء النشواني خاصه يعني مرضى الرسياني الغير مضبوطين لفترات طويله بيظهر عاده ببيلة بروتينيه ونقص البومين، طبعا بيلة بروتينيه بالمجال النفروزي. ومن شخص عادة داء نشواني يعني خزعة من المستقيم و يعني نشوف تحت المجهر الأميلويد. طبعا السميات الدوائية ممكن تؤدي لنا استخدام بعض الأدوية لأذية للكلية لتهاب مفاصل الرسياني مثل الانسيتس، يعني مسكنات الألم، حتى الهيدروكسيكلوركين وأملاح الذهب اللي كان مستخدم سابقا كمان ممكن تأذي. التظاهرات الدموية ممكن نشوف فقر دم الأمراض المزمنة بتكون مساوية للكريات والحجم والصباغ، ممكن نشوف ارتفاع صويحات خفيف، ممكن نشوف ضخان دقد لمفاوي عند مرضى الرسياني، ممكن نشوفها بسياق المرض أو ممكن نشوفها يعني بسياق تطور اللمفوما. لذلك يعني لازم نشك إذا مريض رسياني بحدوث اللمفوما فنبحث عن الأعراض بي. البي سيمتومز هي عبارة عن أعراض مثل الترفح الحروري، نقص الوزن والتعرق الليلي. فإذا كان عند مريض الرسياني هاي الأعراض فلازم يشك باللمفوما. كمان ممكن نشوف ضخام الطحال
بالرسياني بتكون عادة ضخامة خفيفة وممكن تكون بسياق متلازمة فيلتي اللي هي عبارة عن 1% مرضى الرسياني ممكن يصير عندهم متلازمة فيلتي بين النساء بالعقد الخامس عادة بعد 10 سنوات من المرض بيكونوا عادة إيجابي الRF بتظهر بشكل ضخامة حالية ضخامة عقد لمفاوية ونقص في المعتدلات تحت 2000 عادة وأحيانا بيجي فقر دم شامل يعني نقص صفيحات نقص كريات بيض ونقص الخضاب ممكن نشوف تقرحات بالساق انتانات متكررة عند هذا المريض الاي ان اي هون بيكون ايجابي ب 90% من الحالات الضاد النوى وبيحتاج لعلاج باسترويدات ومثبطات المناعه بكميه كبيره مع جي سي اس اف النيبوجين مشان نحرض المعتدلات لانه نقص المعتدلات الشديد بيحرضنا انتانات شديده جدا ومستأصل الطحال امتى يعني باستطبابات محدده لما نقص المعتدلات شديد جدا تحت ال 500 هون بصير في عندنا انتانات انتهازيه كثير مريض عنده انتانات متكرره او قرحات غير مستجيبه في متلازمة تانية اسمها فلتي الكاذبة أو Large Granular Lymphocytes Syndrome LGL هي عبارة عن نفس الشيء التهاب مفاصل الصياني ضخامة طحالية ونقص معتدلات وإنتانات متكررة ومن شخصها بالخزعة النقي نشوف فيها الخلايا اللمفاوية الحبيبية الكبيرة لكن هي خطورتها أنه تتحول لأبيضاض الدم ولا يستطب فيها هون استئصال الطحال شو من شخص التهاب مفاصل الصياني بشكل عام تشخيص التهاب مفاصل الرسياني هو تشخيص سريري لا يوجد اختبار مفرد أو نتيجة بتشخص التهاب مفاصل الرسياني نعتمد بشكل عام على السريريات وفي عندنا بعض الاستقصاءات المخبرية اللي لها فائدة بالتشخيص مثل العامل الرسياني والضاد الببتيد الحلقي الأنتي سايكليك سيترولينيتد ببتايد أو أنتي سي سي بي هدول الاثنين أتون بيشاهدوا 70% من مرضى الرسياني مو كل المرضى الرسياني لكن لاحظوا انه نوعيه الانتي سي سي بي اكبر ممكن توصل ل 95% مقابل ار اف 85% كمان الار اف عم يشوفوه بشكل طبيعي عند المرضى الكبار في العمر زيك نوعيته قليله وبنشوفه بكثير امراض على فكره يعني ممكن مثلا نشوفه بداء جوجرين الار اف ايجابي ممكن نشوفه بامراض خارج المفاصل امراض المفاصل مثل مثلا بنلاقيه بالتهاب الكولون التقرحي مثلا ايجابي بعض التهابات الاوعيه ممكن يكون ايجابي داء الجلوبولينات الفريه يكون ايجابي التهاب كبد سي ممكن يكون ايجابي اذا هاي النقص في النوعيه للعامل الرسياني ووجوده بشكل طبيعي عند المتقدمين في العمر جعل الانتي سي بي سي سي بي هو الضد النوعي لالتهاب مفاصل الرسياني طبعا 10-20% مرضى الرسياني بيكونوا سلبيين المصل طبعا لا نفرح انه طلع المريض عنده إيجابية بالعامل الرسياني أو الأنتي سي سي بي لكن السلبية مع إنذار أفضل أما الإيجابي فيعني إنذار أسوأ تظاهرات خارج مفصلية أسوأ المرض الشديد جدا المترافق مع التآكلات بالنسبة للعامل الرسياني والأنتي سي سي بي ما بيترافق وجوده مع نشاط المرض يعني ما هو ضروري إذا المريض عنده إيجابي معناتها المرض لازم يكون فعال وشديد وإلى آخره وما بفيدنا أبدا معايرتهم لنراقب المرض والله كل شوي نطلب RF والله نشوف علي ولا نقص علي ولا نقص ما بيفرق أبدا اللي بفيدنا بتحري يعني بشكل عام تحري مراقبة المريض هو أكثر شيء سرعة التسفل والCRB اللي بيرتفعوا بشكل رئيسي ب 75% من الحالات بفيدنا بتقييم ومراقبة استجابة العلاج وسلبية السي ار بي بالذات ممكن تنفي الداء الرسياني لكن ارتفاعه ما بيأكد لأنه ممكن ترتفع بأمراض كثيرة مثل الأمراض الجرثومية وحكينا يعني شفنا بمرضى الكورونا أيضا ترتفع السي ار بي بشكل عام الـ ANA ممكن تطلع إيجابية بـ 30-50% من الحالات ووجودها بيدل على سوء الإنذار صراحة إذا حللنا السائل المفصلي كان في عنا يعني انصباب مفصلي بأحد المفاصل وبذلناه فبيكون عدد كريات البيض ضمن المجال الالتهابي يعني بين 5000 و 50000 ولا يتعدى 50000 لأنه بس تعدى ممكن يكون التهاب مفاصل انتاني فرعيا بشكل رئيسي الصورة البسيطة وللأمشاط بشكل رئيسي شعاعية اليد يعني هي ممكن تشخصنا ويجب متابعة صور لاحقة متابعة العلاج والتشخيص ممكن في البداية تكون طبيعية الأشعة البسيطة
والحقيقة يعني التغيرات اللي بتطرأ على الصورة الشعاعية ممكن في البداية تكون طبيعية ويكشفها الرنين المغناطيسي أو الأمواج فوق صوتية، بيكونوا أكثر حساسية بكشف التآكلات المبكرة وبيفيدونا أيضا مراقبة المرض والاستجابة للعلاج. شو بنشوف على الصورة الشعاعية لالتهاب مفاصل الرسياني؟ هناك بعض يعني المظاهر الشعاعية المهمة جدا. التغيرات الباكرة بنشوف في ضخامة أنسجة رخوة حول المفصل ونقص بالتمعدن حول المفصل أوستيوبينيا بيري أرتيكولار. ممكن مع تقدم المرض نشوف تضيق المسافة المفصلية المتناظر، مو مثل التنكسي مفاصل التنكسي أو النقرسي، هدول يعني بيكونوا غير متناظر. التآكلات الهامشية هو تغير متأخر كثير، هو تحت الخلوة اللي شفناها من شوي، ممكن نشوف إيروجنز تآكلات ولكن بمحيط المفصل وليست مركزية. ممكن نشوف تحت خلع بالفقرات الرقبية C1 C2 بالصورة البسيطة الجانبية الرقبة بوضعية السنية والبسط. طبعا لازم نطلب صورة صدر لتقييم التليف الرئوي، لأنه ممكن يكون المريض عنده تليف رئوي من البداية، فما بصير نعمل نعطي ميتوتريكسات. هيدي صورة شعاعية التهاب المفصل الرسياني، عم نلاحظ في عنا هون نورمال ما فيه شيء، هون في عنا إيروجنز مأكول المفصل، هون في عنا تحت خلع، هون التصاق تام بالمفصل، هون في عنا انحراف. الإيروجنز شايفينها محيطية، التآكلات بتكون محيطية وليست في المركز إنما في محيط المفصل. هون كمان في عنا تآكل، هون في عنا تآكلات، شايفين هاي تآكل، هاي 2 3، هون تآكل كبير كتير، هون تآكل كبير. في عنا نقص تمعدن، لاحظوا اللون هذا الأسود وعبارة عن نقص تمعدن حواليت المفصل. هون صار في عنا تحت خلوع أو خلوع كاملة أحيانا بالمفاصل، هون في عنا التصاق في المفصل كامل. في كثير أمراض ممكن تدخل تشخيص التفريقي لالتهاب المفاصل الرسياني، ممكن نشوف مثلا الذئبة الحمامية، لكن هون بميزة هو الطفح الجلدي ونقص الكريات البيض، ما شفنا نقص كريات البيض عن مرضى الرسياني. التهاب المفاصل الصدفي ممكن يقلد تماما التهاب المفاصل الرسياني، اللي بميزه هو وجود المرض الجلدي الصدف أو التنقرات الظفرية. الأمراض الفيروسية مثل الإنتان البارافيروس بالذات ممكن يشابه كثير التهاب المفاصل الرسياني بالبدء، وعادة بيزول لحاله هذا الإنتان الفيروسي. وين بنشوفه عند يعني شخص بالغ، يعني مربي الأطفال أو مثلا مربية أطفال، هي أنسة برياض أطفال، لأنه هذا المرض مثل ما بتعرفوه هو مرض يعني فيروسي شائع عند الأطفال، بسموه مرض الطفح الخد المصفوع، بيصير فيه طفح على وجنة الطفل. فإذا شفت مربية أطفال أو أولادها كانوا مرضانين وصاروا يوجعوه مفاصلة، فلازم نشك بهذا الفيروس. طبعا هو محدد لذاته، بيروح خلال أشهر يعني. صلابة الجلد أيضا تعطينا التهاب مفاصل رسياني، لكن بميزة أنه وجود التصلب الأصابع وبميزة ظهرت رينو. التهاب العضلات العديد أو التهاب جلد العضلات أيضا ميزوا التهاب مفاصل متناظر، لكن هون بيكون ضعف العضلات واضح جدا بالجزء القريب من العضلات. أحيانا بعد التلقيح ضد الحصبة الألمانية ممكن يصير عندنا يعني التهاب مفاصل بيشبه الرثياني، نأخذ قصة أخذ لقاح حديث. النقرس المزمن اللي فيه توفات بيعطينا إصابة متناظرة لأصابع اليدين والقدمين، هون بميزة هو وجود التوفات. المعايير التشخيصية لالتهاب المفاصل الرسياني حسب الجمعية الأمريكية أمراض مفاصل، كان في معايير بعام 1980 أو 82، معايير قديمة وحساسيتها ونوعيتها كانت منخفضة. بعام 2010 وحتى هاي اللحظة ما زال معتمد هاي المعايير لتشخيص التهاب المفاصل الرسياني من الجمعية الأمريكية للأمراض المفاصل. طبعا تعتمد على 4 شغلات رئيسية، هو عدد المفاصل المصابة، نتائج اختبارات بروتينات طور الحاد أو تفاعلات طور الحاد DSR والCRB، اختبارات المصلية مثل الـ RF والأنتي CCB، ومدة العلامات والأعراض. فإذا كان مدة أقل من 6 أسابيع ما بيأخذ ولا نقطة، أما 6 أسابيع فما فوق بيأخذ نقطة. سلبية الـ RF والأنتي CCB ما بيأخذ ولا نقطة،
إذا كانوا واحد من بيناتهم إيجابي أو اثنيناتهم إيجابيات، لكن إيجابية خفيفة بياخذ نقطتين، الإيجابية العالية أكثر من ثلاث أضعاف بياخذ ثلاث نقط. وجود الـ ESR أو CRB مرتفع بياخذ نقطة كاملة، واحد من بيناتهم يكفي يعني. إذا كانوا اثنيناتهم طبيعيات فياخذ صفر. أما عدد المفاصل المصابة، مركز ركزنا كثير على المفاصل الصغيرة بالتهاب المفاصل الرسياني. إذا كان مفصل وحيد ما بياخذ ولا نقطة، عادة لا يتظاهر التهاب المفاصل الرسياني بالتهاب مفصل وحيد. الله، إذا كانوا 2 ل 10 مفاصل كبيرة بياخذ نقطة كاملة. 1 ل 3 مفاصل صغيرة بياخذ نقطتين. طبعا المفاصل الصغيرة مثل البي اي بي، الام تي بي، الام سي بي، اصبع الابهام والرسغ. بس طفينا 4 ل 10 مفاصل صغيرة بياخذ 3 نقاط، تمام. بس صار عندنا اكثر من 10 مفاصل، على الاقل واحد من بيناتهم صغيرة بياخذ 5 نقاط. يكفينا نحن 6 نقاط للتشخيص هذا المرض. طيب احيانا بيكون في عندنا المريض بيحقق 5 يعني 5 نقاط، ما بيحقق 6. ممكن ننتظر عليه هذا المريض، ممكن بعد فترة يعني بنسبة معينة، ممكن مثلا 30 ل 50%، يمكن يعني يتحسن أو عفوا يتطور المرض فيما بعد، فبده مراقبة. ننتقل الآن لمعالجة التهاب المفاصل الرسياني. الحقيقة العلاج غير الدوائي هو العلاج الأساسي، هو مهم جدا، لأنه كثير في أمراض مثل ما لاحظنا تظاهرات خارج مفصلية ممكن تؤدي لسوء حالة المريض، وشفنا أنه المرض القلبي هو المرض السبب الأساسي للوفيات، يعني ما بيموت المريض من مفاصله، إنه بيموت من التظاهرات خارج المفصلية. طبعا أول شيء الإقلاع عن التدخين أمر مهم، لأنه التدخين قلنا هو عامل خطر بشكل رئيسي لتطور المرض، ولاقوا أنه هو بيضعف استجابة المريض للعلاج، وإضافة لمفاقمته للدرس يعني، وإضافة لأنه هو عامل خطر الأمراض القلبية. طبعا شفنا أنه مرضى يعني مرضى الرسياني ازداد عندهم خطر تخلخل العظام، فلازم نستخدم مقياس الكثافة العظمية عندهم للتحري على هشاشة العظام. كل مريض عمره فوق 50 سنة لازم نوصف لهم كالسيوم وفيتامين دال لجميع المرضى الوقاية من الهشاشة، وإذا في هشاشة عظام ممكن نعطي مركبات البايفوسفونيت. إذا في عوامل خطر قلبية أخرى مثل السكر، البدانة، الشحوم، ارتفاع الضغط لازم نعالجها ونبحث عنها كمان، يعني ما ضروري بس نعالجها للتظاهر، ممكن نبحث عنها حتى قبل التظاهر. ارتفاع أعطاء لقاح الإنفلونزا السنوي، أعطاء لقاح المكورات الرئوية كل 5 سنوات، لأنه لقوا أنه هدول المرضى عم يزداد عندهم الإنتانات، إضافة إلى استخدام المثبطات مناعة بزيد الإنتانات. وطبعاً ممكن ننصح هدول المرضى بالعلاج الفيزيائي، كل المرضى المفاصل بشكل عام يجب أن يخضعوا للعلاج الفيزيائي لتقوية العضلات وتحسين مرونة المفاصل. أما العلاجات الدوائية فهي الزمر المختلفة اللي عم نستخدمها، وهو يعني بوستر حديث جداً. أول شيء مضادات التهاب غير ستيرويدية، الانسيتس، ديكلوفيناك مثلا، سايكلوكسايد، مضادات التهاب غير ستيرويدية الانتقائية للكوكس 2، ستيرويدات القشرية مثل البريدنيزولون أو بيتاميتازون، الأدوية المعدلة للمرض الديمارتس، الديسيز موديفاينج ايجنتس، ممكن تنقسم لعدة أقسام. في التقليدية الكونفنشنال ديمارتس اللي ممكن نختصرها بسي ديمارتس، اللي هي ميتوتريكسات، هيدروكسيكلوروكين والسلفاسلايزين. الأدوية المعدلة للمرض المستهدفة الصنعية تارجت سينثيتيك ديمارتس، اللي اسمها بشكل عام مثبطات الجاك مثل توفاستينيب. الأدوية المعدلة للمرض البيولوجية البيولوجيك ايجنت، اللي هي ممكن تكون مثبطات الخلايا التائية مثل الأباتاسيب، مثبطات الخلايا البائية أنتي سي دي 20 مثل ريتوكسيماب، مثبطات الانترلوكين 6 اللي حكينا عنها بالألية الإمراضية مثل التوسيلوزوماب، ومثبطات العامل المنخر الورمي اللي الانتي تي ان اف اللي هي الادولوموماب، ارناسيبت، سيترولوزوماب وجليوموماب. طبعا ممكن يتطور الهجوع بعد 3 اشهر من بدء المعالجة، ولما نحصل على هجوع لمدة 6 اشهر اكثر ممكن نقص حتى المعالجة. الهجوع ممكن نراقبه ونراقب فعالية المرض
عبر عدة سكورات، مثل يعني أهم داش 28 اللي بيعرف الهجوع عادة فيه إنه بيكون أقل من 2.6، رح نتكلم عنه. مضادات التهاب غير استرويدية، ما في أي دواء من الأدوية مفضل على البقية، كلهم بيصيروا بيكلوفيناك، بيروكسيكان، بروفين، سيلوكوكسيب إلى آخره، ما بتأثر أبداً على تطور المرض. إيش بتفيدنا لك؟ بتفيدنا بعلاج الهجمة، يعني تخفف أعراض المريض. إذن ما بتمنع تقدم المرض، لازم نستخدم الجرعات الأخفض والوقت الأقصر حتى تصير أدوية المعدلات المناعة فعالة، خاصة المرضى المسنين فوق 65 سنة أو عندهم قصة قرحية هضمية، لازم نعطى أمبرازول معهم لحماية المعدة. مرطبطات كوكس 2 ليست أفضل من الإنسيتس طبعاً، لكن ما بتؤذي المعدة. إذا كان المريض عنده مثلاً مشكلة في المعدة ممكن نعطيه مرطبطات كوكس 2 مثل السايكلوكسايب. طبعاً ريفوكسايب والفالدوكسايب تم سحبه من الأسواق بسبب زيادة خطورة احتشاء الأعضاء القلبية عند المرض. استرويدات أيضاً تخفف لنا الأعراض ولا تغير من سير المرض. استخدامها لفترة قصيرة لنضبط المرض، ونستخدمها كجسر لحتى يشتغل الميتوتريكسات أو معدلات المرض الأخرى. إذا نستخدم استرويدات فنستخدمها بجرعات منخفضة جداً، ما بنستخدمها بجرعات كبيرة، فقط يعني أقل من 0.1 0.2 ملي جرام على الكيلو، يعني تقريباً 5-10 ملي جرام أو أكثر. طبعاً إذا نعطي جرعات أكبر من استرويدات لما يكون في عندنا تظاهرات خارج مفصلية مثل التهاب الصلبة أو التهاب التامور أو المرض الفعال المتقدم، يعني أحياناً نضطر نعطي جرعة كبيرة بعدين نرجع نسحبها. وممكن أيضاً نحقن استرويدات ضمن المفصل مثل بيتاميدازون 40 ملي جرام. بلش بالأدوية المضادة للرسي المعدلة للمرض، طبعاً هي اللي بتبطئ من سير المرض، هي الدراج أوف تشويز أو الدواء الأساسي أو الدواء المختار للمرضى الرسياني. تسبب لنا هجوع، تسبب لنا منع الحدود المزيد من التخريب للمفاصل وأزيد المفاصل. لازم مجرد ما شخصنا رسياني نبدأ فيها، ما في نقول والله نستنى على المريض، لا، مباشرة لازم نبدأ بالأدوية المعدلة للمرض خلال 3 أشهر من التشخيص، مهما كان التشخيص مبكر. أنا شخصت، أثبتت التشخيص، بروح على المعدلات المرض. لا مانع من أعطاء إنسيتس، لا مانع من أعطاء استرويدات قشرية بجرعة منخفضة، لكن هي كلها نستخدم جسر لبين ما تبلش تشتغل الأدوية المعدلة للمرض. أول خط بالأدوية هو الميتوتريكسات، فعال، جيد التحمل، ولما بيكون يعني الاستجابة غير كافية ممكن نستخدم الديمارتس الأخرى اللي حكينا فيها، مثل مثلاً التقليدية مثل هيدروكسيكلوروكين، ممكن البيولوجية إلى آخره. طبعاً ممكن نشارك الميتوتريكسات مع الديمارتس الأخرى، ويفضل دائماً مشاركة الميتوتريكسات مع الأدوية الأخرى عند عدم الاستجابة، لا مانع أبدا من يعني هاي المشاركة. معظم هاي الأدوية بيمنع استخدامها عند الحوامل، عدا دوائين هو السلفاسلايزين والهيدروكسي كلوروكين. لما يكون في عندنا انتان حاد لازم نوقف كل الديمارس عدا الهيدروكسي كلوروكين، ما في مشكلة من أعطاء الهيدروكسي كلوروكين يعني بالانتانات. نبدأ بالميتوتريكسات، مثل ما قلنا هذا الدواء من الأدوية اللي بتبطئ لنا ظهور التآكلات والمفاصل، وعادة تحدث الاستجابة بعد تقريباً شهر لثلاثة أشهر من بدء المعالجة. ولذلك في البداية لبين ما تشتغل بدنا نعطي معها استرويدات في جرعات منخفضة، ولما بتكون عندنا الاستجابة ضعيفة للديمارتس بالميتوتريكسات ممكن يعني نضيف أدوية أخرى، نضيفها وليس نوقف الميتوتريكسات، يعني نبدي مؤازرة. ما بصير نعطي مضاد استطبابا مرضى الكلية، مرضى الكبد، لمرضى مدمنين كحولين، مرضى عندهم فقر دم شديد، نقص صفيحات أو نقص كريات البيض. التأثيرات الجانبية الأشعة هو الغثيان، خاصة يوم اللي بياخذ الميتوتريكسات بالشكل الفموي، نقص خلايا دموية، تساقط الأشعار الحاصة، ممكن يأذينا الكبد وممكن يعملنا ذات رئة خلالية بتظهر بشكل سعال جاف وصورة صدر طبيعية. لذلك قبل ما نبدأ العلاج بالميتوتريكسات لازم نعمل وظائف كبد، يعني نتحرى ليكون في عنا أزية كبدية، مضاد استطباب اللي بدأ فيه. لازم نعمل صورة صدر ليكون في عنده تليف رئوي، مضاد استطباب إنه نعالج بالميتوتريكسات. ولما بنبدأ العلاج فيه لازم مراقبة دورية كل 2-3 أشهر، نراقبه أنزيمات الكبد، وظائف الكلية، والتعداد الدموي ليروح يصير في عنا تأثير جانبي
تثبيط النقوي، نقص الخلايا الدمويه خاصه فقر الدم كبير الخلايا. بنعطى الميتوتريكسات مره واحده اسبوعيا، كلمه اسبوعيا كثير مهمه، وبشكل فموي نبدا ممكن 7.5 لحتى 15 ملي جرام، ومنزيد الجرعه بمقدار 5 ملي جرام كل 4 اسابيع حتى يعني الاستجابه. الجرعه العظمى ممكن نوصل لها هو 25 ملي جرام، ممكن الميتوتريكسات يجي بجرعه 2.5 او جرعه 5. لما بنبدا نوصل لجرعه 15 ملي جرام يفضل يعني ننقل للشكل تحت الجلد. كمان المرضى اللي ما بتحملوا الميتوتريكسات الفموي اللي بصير عندهم غثيان شديد جدا، ممكن نجزئها لمرتين مثلا باليوم على مدار 24 ساعه، او ننتقل للحقن تحت الجلد، او نزيد جرعه حمض الفوليك. طبعا حمض الفوليك عم نعطيه بشكل مرافق بشكل يومي او اسبوعي، بحيث ما يزيد عن 1 ملي جرام يوميا او 5 ملي جرام اسبوعيا للوقايه من فقر الدم كبير الخلايا اللي بيصير بسبب الميتوتريكسات. طبعا ما بصير نعطي البكتريم السلفامساكسازول تريميسوبريم لانه بنقص من تحرره، بيزيد من خطر تثبيط النقوي الناجم عن الميتوتريكسات. في حال ارتفعت وظائف كبد 2 ل 3 اضعاف لازم نوقف الميتوتريكسات، لذلك هون تبرز اهميه المراقبه الدوريه للميتوتريكسات. بالنسبه للهيدروكسي كلوروكين ممكن نعطيه بجرعه 200 ملغ مرتين يوميا. اهم تاثيراته الجانبيه هو اعتلال الشبكه، لذلك لازم نفحص العين بشكل سنوي عند استخدامه. ممكن يؤدي اذيه كلويه او كبديه بعد الجرعه التراكميه اكثر من 1000 جرام مده اكبر من 6 سنوات. السلفاسلايزين بينعطى بجرعات 500 مرتين يوميا، ممكن نزيده ل 1 2 جرام مرتين يوميا. اهم تاثيراته الجانبيه بيعملنا عقم عند الذكور، لكن عقم عكوس انعدام بالنطاف. ممكن يصير في عندنا حساسيه بسبب لانه من هو من ادويه السلفا، ممكن يسبب التهاب كبد نقص كريات بيض، لذلك لازم دائما نراقب تعداد دموي وظائف الكبد والكليه كل 3 إلى 6 أشهر. الليفرولاميد هو بديل عن الميتوتريكسات في حال حصل تاثيرات جانبيه للميتوتريكسات، مو خط اول لكن دواء بديل. نبدا بجرعه على مده 3 ايام 100 ملغ اللي هي ممكن تسبب لنا اسهال، وننتقل لجرعه صغيره 10 20 ملغ يوميا. من اهم تاثيراته الاسهال، ارتفاع التوتر الشرياني، ممكن يسبب لنا سميه كبديه وتثبيط نقي، لكن اقل تاثيرا على الرئه من الميتوتريكسات. ننتقل للعلاجات البيولوجيه، مثبطات العامل المناخي الورمي الانتي تي ان اف، امثلته هو الادولوموماب، الاتانرسبت اللي اسمه التجاري امبريل، هيوميرا الاسم التجاري الادولوموماب، سيترولزوماب او جوليوموماب. طبعا هي الادويه آلية تاثيرها هي بتثبط العامل المناخي الورمي اللي هو الآلية الإمراضية الأساسية في الداء الرسياني، لذلك بتنقصنا من أعراض داء الرسياني، بتبطئ ترقي الأذية البنيوية، وبيحسن الوظيفة الفيزيائية للمريض. تأثيره كتير سريع، ممكن خلال أسبوعين نشوف تحسن سريري أسرع من الميتوتريكسات. إمتى نستطيع عطائه؟ لما المرض بيكون شديد جدا، إذا يعني استخدمنا سكورات الداش 28 بيكون أكثر من 5.1 مع عدم الاستجابة على الميتوتريكسات مع دواء آخر من ديمارس بالجرعات القصوى، أو ظهرت تأثيرات جانبية للميتوتريكسات ما بقى يتحمل المريض أي الأدوية الديمارس الأخرى، ممكن نعطيها مع الميتوتريكسات لا مانع إذا ما في مضاد اصطفاف. تبدي هي المشاركة تآزرية عالية. إذا فشلت معالجة أحد مثبطات العامل المناخي الورمي، ممكن تجربة مثبط عامل مناخي ورمي آخر، ويمكن تجربة أيضا المعالجات البيولوجية الأخرى. ما في أفضلية لأي واحد، ما في مثلا أدولوموماب أحسن من الاتينورسبت، لا ما في هيك شيء. بس ما بصير نشاركهم مع بعضه، ما بصير نعطي أكثر من عامل بيولوجي مع بعضه بنفس الوقت. كثير تأثيراتهم جانبية سيئة، أكثر شيء العرضة للإنتانات وخاصة الإنتانات التنفسية العلوية والسفلية، الفطور، السل، كمان بيزداد خطر السرطان. لذلك قبل ما نبدأ بعلاج البيولوجي بمثبطات العامل المناخي الورمي لازم ننفي السل، نعمل اختبار السلين او الاجرا وبصوره صدر قبل العلاج وحتى اثناء العلاج. لازم نتحرى عن التهاب الكبد بي يو سي ونعالجهم حتى يعني قبل ما نبدا بالعلاج البيولوجي،
وممكن نعمل مسح على السرطان اذا كان مريض كبير بالعمر، نبلش نبحث عن السرطان لانه ممكن يحرر السرطان ويسيء له. ما بصير نعطي لقاحات حيه لما بنستخدم مثبطات التي ان اف، لازم نعمل ايكو قلب قبل استخدامها ونستعمله بحذر شديد جدا للمرضى اللي عندهم قصور قلب، لانه لاحظوا انه بيتفاقم قصور قلب عند هذول المرضى، واذا كان عندنا نيهه 3 أو 4 لازم نوقفه. ممكن يسبب لنا ازاله ميلانين، ذلك هو مضاد استطباب عند مرضى التصلب العديد المالتيبل سكلروزز. ممكن يسبب لنا حتى زئبه حماميه محرضه بالادويه، يسبب لنا ايجابيه الاي ان اي، يجب ايقافه اذا صار عندنا تليف رئوي او تفاقم تليف رئوي عند المريض. يجب ايقافه قبل الجراحه باسبوعين لانه بيزيد الانتانات الجروح. لازم نراقب وظائف الكليه والسي بي سي والكبد كل 3 إلى 6 أشهر. ممكن نعطوا هدول الأدوية بشكل تحت الجلد أو تسريب وريدي بشكل أسبوعي أو كل أسبوعين، أو حتى في كورسات معينة خاصة بكل دواء. إذا طلع عندنا سل كامن، يعني بس اختبار سلين إيجابي لكن صورة صدر طبيعية، ممكن نعطي إيزون يزيد 4 أسابيع ونبلش بالمضادات الأنتي تي إن إف ونستمر بالإيزون يزيد لمدة 9 شهور، يعني معالجة وقائية يسموه. إذا طلع عندنا سل مثبت، لا ما بصير نعطي الأنتي تي إن إف، نبلش بعلاج السل لمدة 6 أشهر، علاج رباعي الإيزونيازيد إسامبيتول بيرازينامين وال ريفامبيسين، ونحط المريض على ديمارتس أخرى على معالجة بيولوجية أخرى مثل مثلا الريتوكسيماب أنتي سي دي 20. إذا ما بصير ندخل أنتي تي إن إف إذا سل مثبت، لكن إذا سل كامن يعني ما في عنده صورة صدر شيء فقط الاختبار السلين إيجابي، نعطي إيزونيازيد 4 أسابيع ونبلش بالأنتي تي إن إف مع الاستمرار بإعطاء الإيزونيازيد. حكينا عن الريتوكسيماب اللي هو مثبطات السي دي 20، هي أضداد وحيدة نسيجية بتؤدي إلى نفاذ بالخلايا بيتا. مثل ما كنتم شايفين هو دواء جديد وواعد، بينعطى بشكل وريدي مع الميتوتريكسات ما في مشكلة، لكن بيحمل خطورة حدوث تحسس شديد، ومضاد استطباب لما يكون في عندنا نقص بالجاما جلوبولين بيؤدي إلى نفاذ بالخلايا بيتا. طبعا لازم نراقب الجاما جلوبولين بعد 4 أو 6 أشهر من كل معالجه، بينعطى بشكل وريدي يعني بشكل كل فتره. هذا هو المثبطات، يعني المعالجات البيولوجيه مثبطات الانترلوكين 6 اللي هو توسيلوزوماب، كمان دواء واعد بينعطى بشكل وريدي. الاكتمرا معروف باسم اكتمرا، من تاثيراته الجانبيه المميزه انه بيرتفع الشحوم، لذلك لازم نراقبه. ممكن يعملنا تثبيط نقوي يسميه كبدية. مضاد استطباب عن المرضى اللي عندهم التهاب رتوج لأنه بسبب خطر انسقاب أمعاء. إذا مريض عنده انسقاب أمعاء أو التهاب رتوج ممكن يؤدي لنا انسقاب الأمعاء، فننتبه مضاد استطباب عند هذول المرضى. ممكن نعطى كل 4 أسابيع بشكل حقنة وريدية أو تحت الجلد بشكل كل أسبوعين، ونزداد الجراح حسب الاستجابة. مثبطات الخلايا التائية الأباتا سيبت اللي هو أورنيكا، مضاد استطباب عن مرضى سي أو بي دي، لاحظوا أنه بيزيد خطر حدوث الزنار الناري الحلق النطاقي أكثر من يعني مثبطات التي إن إف اللي لاحظنا أنه بيزيد الإنتانات، لكن هذا الأباتا سيبت بالذات بيزيد خطر حدوث الزنار الناري ومضاد استطباب عن مرضى السي أو بي دي. مثبطات الجاك اللي هي بتثبط لنا كثير أنواع من الإنترلوكينات، الانترلوكين 2 21 15 و9 و7 و6 و4 وحتى الانترفيرون. المثال الاشهر عليها هو التوفاستينيب، هو دواء واعد جدا يعطى بشكل فموي، من الادويه المعالجات البيولوجيه الوحيد اللي بينعطى بشكل فموي، لاحظتوا كلهم بينعطوا تحت جلد او وريدي، هذا بينعطى بشكل فموي بيجي بجرعتين اما 5 ملي جرام او 11 ملي جرام غزل جناز مثل ما احنا شايفين اسمه تجاري، بيعمل شوية انتانات، بيعمل حلق نطاقي، ممكن يعمل انسقاب أمعاء بشكل نادر، ارتفاع الشحوم، سميه كبدية تثبيط نقي وبيزيد الخسارات. لكن كمان قبل بدء المعالجة لازم نتحرر عن السل الكامن والتهاب كبد بيوسي ونعاية وظائف كبد والكلية والسي بي سي كل 2 شهر ونحلل الشحوم أيضا بعد 2 شهر ثم كل 6 أشهر. توفاستينيب شكل فموي من مثبطات الجاك. بالنسبة للحالات المنخفضة الفعالية ممكن يعني الحالات البسيطة الخفيفة يفيدنا فيها الهيدروكسي كلوروكين،
إذا حالة خفيفة السلفاسلايزين أفضل من ميتوتريكسات، ميتوتريكسات أفضل من ليفونامايد. إذا بالترتيب الأفضل شيء الهيدروكسيكلوركين ونحن طالعين، لكن بس صرنا حالة متوسطة إلى شديدة الميتوتريكسات هو الموصى فيه وأقوى من الهيدروكسيكلوركين، أقوى من السلفاسلايزين والليفونامايد. طبعا ممكن نبلش فيه كمعالجة وحيدة وافضل من انه يعني مع يعني المعالجه المشاركه مع المعالجات البيولوجيه الاخرى، ومفضل عن المعالجه يعني الثنائيه والثلاثيه مع الادويه التقليديه. يعني افضل نعطي ميتوتريكسات لحاله من نعطي ميتوتريكسات مع هيدروكسيكلوروكين مع سلفاسلايزين. مفضل على المعالجه المشاركه مع مثبطات العام المناخ الورمي او المعالجات البيولوجيه الاخرى. يفضل البدء بالمعالجه معدل المرض بدون سترويدات. بتعرفوا اذا كان يعني سترويدات بسبب يعني سميه جهازيه على المدى الطويل اكثر من 3 اشهر عم بتسبب لنا احيانا يعني مشاكل او تاثيرات جانبيه للسترويدات. يفضل انه استخدامه يعني اذا بتحمل المريض بنستخدمه بدون سترويدات. هذا شيء جديد. المعالجه للوصول الى الهدف، هذا تريتمنت تو تارجت، الشغله الجديده انه لما يكون المريض مرض فعال نبلش باعطاء الدواء الخط الاول ومنراقب المريض خلال 1 إلى 3 اشهر ونشوف فعاليه المرض. لازم نوصل لمدى هدف انه نحصل على فعاليه منخفضه للمرض وهجوع خلال 1 إلى 3 اشهر. لذلك دائما بنقرر اذا كان في عدم وصول للهدف ممكن نعدل المعالجه نزيدها او حتى نغيرها، ونستمر دائما يعني اذا كان في يعني استجابه على العلاج نستمر بالمراقبه والاستمرار بالعلاج كل 3 إلى 6 اشهر. اذا لازم خلال 1 إلى 3 اشهر نوصل للهدف اللي هو الهجوع. طبعا ايش التدابير المستخدمه لتقييم فعاليه المرض؟ يمكن سريريا نرجع لعد المفاصل المؤلمه والمتورمه، تقييم المريض العام للالم، درجه الاعاقه الوظيفيه، مخبريا من خلال سرعه التسفل والسي ار بي، شعاعيا مدى تقدم يعني الشعاعي اللي بيظهر على المريض. المعايير الهجوع الرئيسيه هي وجود 5 واكثر من ميالي لمده 2 شهر متتاليين. اليبوسه الصباحيه اقل من 15 دقيقه، هي هجوع. ما في عنده تعب المريض، ما في عنده الم بالمفاصل، ما في عنده مضض، ما في عنده الم بتحرك الحركه، ما في تورم باي انسجه رخوه او مفاصل او اوتار. الاي اس ار تحت 30 بالانثى واقل من 20 عند الذكر. وجود 5 من هدول او اكثر طبعا من هدول 6 لمده 2 شهر متتاليين، هذا يعني انه المريض هاجع. في معايير نستخدمها للهجوع، حكينا عن مقياس الداش 28 اللي بيتعرف فيه الهجوع انه اقل من 2.6 مثل ما احنا شايفين. هو مشعر يعني تم حسابه بعمليه رياضيه صعبه جدا، ممكن استخدام التطبيقات لحسابه، ما انه مطالبين فيه بحفظه، لكن عشان نعرف شلون نقيم هذا هو الهجوع بيكون الرقم اقل من 2.6، الفعاليه الخفيفه بين 2.6 3.2، الفعاليه الشديده اللي قلنا بتتطلب انه اضافه المعالجات البيولوجيه هو الاكثر من 5.1. هذا هو التطبيق، اذا دخلتوا على الانترنت بتلاقوه عبارة عن عد المفاصل المصابة المتورمة أو المؤلمة، بنحط الـ ESR، بنحط قيمة الـ CRB، وبنسأل المريض شقد بتعطي حالك من 100 يعني تأثير المرض عليك، فبيعطينا رقم. طبعا هذا الرقم بيكون عشوائي لكن بيفيدنا بتقييم المريض. فشوف هون عملنا كالكوليت فطلع عندنا الرقم 3.54، يعني عندنا الفعاليه خفيفه. فاذا كان الفعاليه خفيفه بيكفي نستخدم هيدروكسي كلوروكين. اذا نرجع للوصول للهدف، في حال ما استجبنا على الادويه المعدله للمناعه، الجرعات العليا من الميتوتريكسات وصلنا لها، فهون نبدا باضافه المعالجه البيولوجيه او مثبطات الجاك، وهو افضل من انه نستخدم ميتوتريكسات مع هيدروكسيكلوروكين مع سلفاسلايزين. لما ما بيستجيب المريض بالمعالجه البيولوجيه او مثبطات الجاك ممكن نستخدم صنف اخر او نغير المعالجه المعدله للمرض.
وهو افضل انه نستخدم نروح نستخدم الاسترويدات. بالنسبه للحمل عاده بيزداد خطر تطور المرض السنه الاولى بعد الحمل الاول، بتحسن ثلثين المرضى بالحمل، وهذا شيء قلنا عليه انه هرمونيا، وثلثهم بسوء. بالنسبه للادويه مضادات التهاب غير استرويديه يجب عدم استخدامها قبل الاسبوع 20 بسبب خطر الاسقاطات، وبعد الاسبوع 32 بسبب خطر اغلاق القناه الشرعيه السالكه. استرويدات بالثلث الاول ممكن تسبب لنا شفه ارنب. افضل استرويدات اللي ما بتعبر المشيمه هي البريدنيزولون والبريدنيزون والميثيل بريدنيزولون. سلفاسيلايزين امن، هيدروكسيكلوروكين امن، هذول بنستخدمهم بشكل رئيسي كمعدلات المرض في الحمل. المعالجه البيولوجيه معظمها امنه، لكن امتى مستخدمه؟ يعني مستخدمه لما تفوق الفوائد على المخاطر. طبعا عدا التوفاستينيب، التوفاستينيب مشوه وبشده، اللي هو ذكرنا انه هو الدواء الوحيد الفموي. الميتوتريكسات مضاد استطباب، ليفينولمايد مضاد استطباب، ولازم نوقفهم قبل ثلاث اشهر من الحمول المخططه. اذا المريضه بدها تحمل تجي عندك، لا اول شيء نوقف لك ميتوتريكسات وليفينولمايد ثلاث اشهر، بعدين بتحاولي الحمل. وهذا الحكي بينطبق على الذكور والاناث، لانه كمان الذكور ممكن الميتوتريكسات او الليفينولمايد ياثروا على الخصوبه. طيب صار في عندنا حمل غير مخطط، يعني المريضه حملت وهي عم تاخذ ميتوتريكسات، لازم نتخلص من الميتوتريكسات والليفينولمايد. الميتوتريكسات للاسف ما في غير نعطيه حمض الفوليك، اما الليفينولمايد فبدنا نتخلص منه عن طريق خالبات اللي كوليسترامين مده 3 إلى 6 أسابيع. علامات الانذار السيء في التهاب الفاصل الرسياني، اول شيء جنس المؤنث بيسيء للانذار، قصه العائليه، تدخين، العيارات المرتفعه من انتي سي سي بي وهو الأسوأ انذارا، او الار اف او الان اي، وجود الهلا دي ار 4 كمان بيسيء للانذار، الاي اس ار والسي ار بي ارتفاع المستمر، يعني دائما بيراجعنا المريض بيراجعنا بنلاقيهم دائما مرتفعات، التآكل المفصلي بشكل مبكر من المرض خلال السنتين الاوليتين اذا كشفناه فهذا بيسيء للمرض، الفعاليه الشديده المبكره من البدايه، عدد مفاصل متورمه كثير كبير اكثر من 13 مفصل كمان بيسيء للمرض، وجود تظاهرات خارج المفصليه خاصه العقيدات الرسيانيه والتهاب الاوعيه الرسياني بيسيء للمرض. كل هدول وجودهم بيؤدوا للاساءه للمرض وانذار سيء. ممكن استطب التداخل الجراحي بالرسياني لعلاج مثلا لازمه النفق الرسغي اللي هي بنضغط فيها العصب، نرجع لتصليح الاوتار تمزقات العضليه وايضا التشوهات المفصليه، وممكن نستبدل بعض المفاصل المتخربه مثل مفصل الركبه ومفصل خلاطين. هامات بالتهاب المفاصل الرسياني الخلع الجزئي للأطلس والمحور اللي هن الفقرتين الرقبيتين الأولى والثانية بسبب حركة مفرطة، يعني ممكن بحادث سيارة مثلا، أو إذا نحن أحيانا أثناء التخدير أو أثناء التنبيب الرغامي عملنا حركة بسط مفرطة فبنخلع هذا المفصل لانه في عندنا شذوذات عظميه او اربطه. طبعا الاعراض هو اول شيء ممكن يعني تتظاهر بشكل خفيف عباره عن الم رقبي جزري بوسه خدر نمل بالايدين والقدمين، ولكن ممكن يتطور لشلل رباعي او نصفي ولما بتضرر الحبل الشوكي بشكل رئيسي ويؤدي لنا انفلات مسرات. ايوه طبعا الصوره الشعاعيه بالوضعيتين فرط البسط والعطف، هذا التشخيص المبدئي. ممكن أكده بالطبقي المحوري أو الرنين المغناطيسي، علاج جراحي إذا كان في عندنا خلع نظامي قبل ما نخضع أي مريض لعمل جراحي رسياني، لازم نعمل هاي الصورة البسيطة عشان نستبعد الخلع الجزئي بين الفقرة الأولى والثانية قبل أن يتم التنبيب. اختلاط ثاني تمزق كيسة بيكر اللي هي موجودة بالربلة، تظهر بتورم بالربله، وممكن يعني هي عباره عن يعني امتداد التهابي للحيز المقبضي نتيجه الانصباب المفصلي المتكرر. هي علامه اسمها علامه الكريسنت ساين اللي علامه الهلال. طبعا انتانات متكرره بالتهاب مفاصل الرسياني شائعه، وخاصه ممكن يصير عندنا التهاب مفصل قيحي بالعنقوديات
مذهبة بسبب الأزين المفصلية، بسبب تثبيط المناعة عند المريض نتيجة يعني هو المرض نفسه ومثبطات المناعة، وأيضا بعد عمليات استبدال المفاصل. وشكرا لاستماعكم.